تضحيات وبطولات تستحق الوقوف أمامها والتأمل في أبطالها. إنهم نماذج يحتذى بها لشبابنا ولأجيالنا القادمة. من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، أهلا بكم مع فارس من فرسان الحزم، الفارس الرقيب خالد العنسي. ما راح نسمح لأي كان إنه يقرب من حدودنا أو يمس الوطن في أي شيء. تأكد كلنا على هبة الاستعداد، كلنا متواجدين لحماية الوطن. دعوتكم لنا المصابين بالشفاء العاجل لنرجع ونساند أخويانا بوجود رجال ثابتين وصادقين. اطمئنوا، لكن دعوتكم لهم بالنصر والثبات.